التنشيف أو إنقاص الوزن أو إزالة دهون الجسم مشكلة يعاني منها كثير من الناس رغم أنها سهلة، ولكن عند بعض الناس صعبة بزاف، ما يقدروش يوصلوا لها، يتعبوا ولكن بدون نتيجة. وهي تتطلب في الأساس بعض الخطوات تقوم بها وراح توصل تحقق الهدف تاعك. وفي الفيديو تاع اليوم حنعطيك كامل الأسرار والمفاتيح اللي يخلوك تنزل دهون جسمك أو تنقص وزنك وتحصل على عضلات بطن بارزة. والكلام اللي راح نقوله لك في هذا الفيديو عن تجربة شخصية وخبرة شخصية، كنت هك وليت هك في مدة زمنية معينة بين 10 حتى 12 أسبوع تقريبا 3 أشهر تحصل تحقق النتيجة اللي تحبها. الفيديو تاع اليوم راح نقسمه لقسمين. القسم الأول راح نتكلم على التغذية والمكملات الغذائية اللي تقدر تأخذها في هذه الفترة، والقسم الثاني راح يكون للتدريب والكارديو. وعلاش كاين بزاف من الناس ما تفرقش بين هذا؟ هي مجموعة من الأشياء تقوم بها والهدف واحد. سلام، معكم أديام، والهدف من القناة باش نساعدك تبني جسمك وتحسنه وتوصل للفورمة اللي في دماغك واللي تحلم بها. معليك تشترك في القناة وتفعل الجرس باش تستفيد وتحقق حلمك مع أديام. يلا تجيب ورقة وسيلو وكتب معي، خاصك تكتب الخطوات اللي راح نقولهم لك بالتدقيق باش توصل تحقق الهدف تاعك، وصدقني ما هي صعيبة كما تتخيلها كامل. الخطوة الأولى اللي نبدأ بها هي تنقيس الوزن أو التنشيف. يتركز على الدايت، خاصك تحسب سعرات الحرارية تاعك جيدا باش تبدأ الهدف تاعك. خاصك تعمل نظام غذائي، وهذا النظام الغذائي اللي تعمله يخص تعمل نظام غذائي على مدة زمنية كبيرة، ماشي مدة زمنية قصيرة. أغلب الناس يحبوا ينشفوا ولا ينقصوا في الوزن في مدة قصيرة، شهر ولا شهرين. إذا كنت أنت عندك خبرة في الميدان تقدر تحقق الهدف تاعك لأنه جسم تاعك راه متعود، ولكن إذا كانت عندك صعوبة في تنزيل الوزن أو إنقاص الدهون وتحب تنقص وزن تاعك في شهر ولا شهرين وتحصل على النتيجة اللي تتخيلها، أنا ما ننصحكش بهذا الشيء. لأنه علاش؟ خصك تدير نظام غذائي، ونظام غذائي هذا يكون في مدة كبيرة. قد ما كبرت المدة قد ما يكون عندك سهولة وقد ما تقدر توصل للهدف تاعك. علاش؟ لخاطرش راح تولي تلعب في الدايت تاعك وتلعب في التمارين وراح توصل تحقق النتيجة تاعك بلا ما تتعب. لأنه علاش؟ كي تكون المدة كبيرة راح توصل تحقق هدفك بلا ما تحصل إرهاق الجسم وبلا ما تحصل إرهاق هنا. وهذه هي النقطة الأساسية. النقطة الثانية، ابدأ بسعرات حرارية كبيرة. النصيحة اللي نعطيها لك أنا، كي تبدأ الدايت تاعك تاع التنشيف يخصك الأسبوع الأول دير غوشارج. واش معناتها دير غوشارج؟ معناتها إلا كنت أنت باغ إكزومبل في اليامات اللي فاتوا عندك سعرات حرارية تاعك اللي تاخذها في اليوم هي 2000 ولا 2500، نفترضوا هي 2500، خصك تعمل غوشارج تاع 300 ولا 305 لمدة أسبوع. الجسم تاعك راح يتشوكا وراح يشارجي روحه، ومن بعد نبدأ الخطوة الثانية. النقطة الثانية، قم بتغيير الدايت شاك أسبوع. سمانة سمانتين يخصك تبدل في الدايت تاعك. علاش؟ هذه النقطة كثير من الناس ينساوها، ياخذ دايت ويبقى يمشي عليها لمدة 3 شهور ومن بعد يقول لك ما نقصت. لا، خصك تعمل دايت وشاك أسبوع. التنشيف راهو صعيب. علاش صعيب؟ في أرقام، والأرقام اللي يدخلوا الكور تاعك يخصك تعرفهم. شاك أسبوع يخصك تبدل في الأرقام تاعك باش تحصل على نتيجة. قم بتنقيس الكربوهيدرات بالتدريج، وما ننصحكش تنقص الكربوهيدرات بنسبة كبيرة. نقطة ثلاثة، السكر. السكر هذا مشكلة كبيرة، يخصك شوف السكر تسميه أوبلي، ما كاش سكر في الدايت تاعك، زيرو سكر، زيرو قهوة كحلة دير واش حبيت، سوفري الله يسهل عليك، المهم صفر سكر. والنقطة الرابعة، ارفع نسبة البروتين في الجسم تاعك. كل ما تنقص كرب ارفع نسبة البروتين في الجسم تاعك. علاش؟ السبب اللي يخليك ترفع نسبة البروتين في الجسم تاعك باش تحافظ على العضل اللي عندك. إذا كنت رياضي وعندك كتلة عضلية، هذا النسبة تاع البروتين كي ترفعها راح تحافظ لك على الكتلة العضلية اللي عندك. ولما كنت رياضي وبديت تمارس الرياضة هذه، نسبة البروتين اللي ترفعها راح تعاونك باش تبني كتلة عضلية وتنقص الدهون اللي في الجسم تاعك في نفس الوقت. وهذه حاجة مليحة كثير من الناس يحلموا بها. النقطة الخامسة، الكارب. ابدا ما تقطعوش، كما قلت لك في النقطة اللي قبلها الكارب بدا تنقصه بالعقل. كثير من الناس راح يديروا الخطأ هذا، هو عنده نظام تاع 3 شهور يبدا ينقص في الكارب في الايام الاولى، ينقص 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 ينقص، وكي يوصل لشهرين يولي ما عندوش كارب ولا تولي عنده 50 غرام تاع كارب في اليوم. هذه النسبة ما تكفيكش، ابدا ابدا تقطع الكارب، ديما نقص بشوية وخلي ديما 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 الكارب في الجسم تاعك. على الاقل على الاقل على الاقل 100 غرام تاع كارب تبقى معاك طول الدايت. علاش؟ باش تقدر تحافظ على البومب والعضل اللي عندك في نفس الوقت، تنقص الوزن تحذف الدهون وتطرح الدهون ويبقى عندك البومب، ما يوليش الجسم تاعك فلات بلا. هذه حاجه اني كثير من الناس ما يعرفوهاش، ولكن نقولها لكم في هذه النقطه هكا باش تساعدكم وما تطيحوش في الغلطه هذه.
النقطة السادسة، خصك تاكل 5 6 7 8 وجبات في النهار. ما تتخلعش، كي نقول لك 8 وجبات في النهار ما تقولش 8 وجبات في النهار تنقي نشف وناكل 8 وجبات في النهار، لا لا ما تتخلع ما والو. كي نقول لك 8 وجبات في النهار، علاش 8 وجبات في النهار؟ مثال الا عندك الدار تاعك فيها 1500 سعرة حرارية، ولا معدل السعرة الحرارية تاعك تاع اليوم هو 1500 سعرة حرارية، 1500 هذه تقسمها على 8 وجبات 7 وجبات، فهمتني؟ علاش؟ لانه التنشيف قد ما تاكل قد ما الجسم تاعك راح يولي يحرق، والميتابوليزم تاع الجسم تاعك راح يشتغل، وكي يشتغل الميتابوليزم تاع الجسم تاعك راح تحقق نتيجة اللي انت كنت تحلم بها قبل. وبعض من الناس يتخيلوا التنشيف ولا ينقص الوزن ياكل خطره في النهار ولا زوج خطرات في النهار ولا يصوم ولا 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 ولا، وهذه الحاجه ما تقدرش توصل لها. علاش؟ راح تفرسي روحك ومن بعد ما تقدرش توصل. دونك كل 5 6 وجبات في النهار تقريبا 2 ساعات 3 ساعات يخصك تدخل كميه من البروتين للجسم تاعك. علاش؟ باش الجسم تاعك ما يهدمش العضل اللي عنده. وكي تاكل 5 و 6 وجبات في النهار راح تعاونك باش تشغل الميتابوليزم تاعك، والميتابوليزم تاعك يبقى شغال على مدار اليوم، سيتادير يبقى يخدم يبقى يحرق. الكور تاعك واش يبدا يدير؟ يبدا يخمم بلي الماكله راح تجيه، دونك واش يبدا يدير؟ يبدا يحرق في الدهون اللي عنده. وهذه حاجه اللي ما يعرفهاش كثير من الناس، دونك ديرها مليح في بالك. 5 6 7 حاجه سهله مهله، كي تاكل عفسه صغيره ماشي كيما تاكل عفسه كبيره، دونك ديرها في راسك. النقطه السابعه، خاصك تاكل الخضروات، اي انواع الخضروات اللي فيها الياف اللي خاصك تاكلها. دخل كما تقدر الخضروات، ما فيهاش نسبة معينة، خاصك تدخلها على حساب القدرة تاعك. أي نوع فيه ألياف راح يعاونك بزاف بزاف بزاف، لأنه الجسم تاعك يحتاج ألياف والعضل تاعك يحتاجها في هذه المدة، فهمت؟ ولكن يخصك تبعد على خضر اللي فيها الكربوهيدرات. كاين واحد بعض الخضر فيها كربوهيدرات، دونك يخصك تختار بعض الخضر اللي ما فيهاش كربوهيدرات، هكا باش يكون الحساب اللي تدخله في اليوم يكون 100% على حساب الهدف تاعك، وما تكونش مخلط في لاديات بلا ما تفيق، هكا وتلقى نتيجة وتوصل تحقق الهدف تاعك. النقطة الثامنة، الفواكه. كثير من الناس يتخيلوا الفواكه مليحة للصحة ومليحة للجسم. الفواكه مليحة أكيد، ولكن في النظام الغذائي أنا واحد من الناس من أمش بالفواكه. علاش؟ لأنه سعرة الحرارة اللي فيها راح تخلط لك كامل الدايت. لك حب تدير دايت ستريكت وتحصل نتيجة اللي ديرها في المخطط تاعك، خطيك من الفواكه، بعد على الفواكه، ما تستعملهاش كامل، ولا استعملتها يخصك تحسب السعرة الحرارية اللي فيها، هكا باش ما يكونش صرا خلل في النظام تاعك ولا خلل في السعرة الحرارية تاع اليوم وانت تاكل الفواكه، وصورتو الفواكه فيها السكر وتحلالك تضرب واحدة زوج ثلاثة أربعة ليكلية المولودية، ومن بعدها تقول اوه ما نشفتش ولا ما نقصش في الميزان. كثير من الناس يديروا الغلطة هذه، ما ياكلش كامل بصح يقول لك فواكه صحية، هو يضرب فيها طبسي تاع فواكه ومن بعد يلقى روحو. دونك فوالا، الفواكه اصبر عليها 3 شهور ولا حقق نتيجة تاعك ومن بعد عندك الوقت باش تاكلها، ولا حبيت تاكلها كلها بصح احسبها استعملها كوجبة، خصك تحسبها تكسر راسك تلقى الحل تاعك. والنقطة التاسعة هي الماء، يخصك تشرب الماء قد ما تقدر، على الاقل على الاقل من 4 الى 6 لترات في اليوم يخصك تدخلهم للكور تاعك، لانه في المدة هذه الكور تاعك يحتاج الماء، وقد ما تدخل الماء بزاف الكور راح يطرح الماء اللي عنده في الجسم، دونك مخزون تاع الماء اللي في الجسم راح يطرحه. هذه النقطة راح تساعدك بزاف 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 باش تشوف التفاصيل المفصلة في الكور تاعك، سورتو في الأيام الأخيرة من التنشيف تاعك ولا من إنقاص الوزن تاعك. دونك اشرب قد ما تقدر، ما تشربش بزاف كما يديروا بعض الناس يشرب ديريكت موز جوج لترات ولا ثلاثة ولا مانيش عارف، نو اشرب شاك 10 مينوت 20 مينوت اشرب نورمال عادي، سي المهم عندك 6 لترات ولا دخلها وهكا راح تلقى نتيجة. ديرها، ما تقدرش تقول ما نديرهاش، خاصك ديرها باسكو عندك هدف، عندك تعاني من السمنه ولا تعاني من الدهون ولا خير تحقق الهدف، دير الخطوات اللي قلت لك عليهم. ما تقدرش دير الخطوات اللي قلت لك عليهم، اصبر على السمنه تاعك ولا اصبر على الدهون اللي عندك وبالك تزيد وبالك تبقى غير تحلم 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 تحلم. دونك اصبر ولا ساكريفي، خير انت، تقاتل باش توصل تحقق الهدف تاعك. نروحوا للمكملات الغذائيه اللي تقدر تستعملها. انا واحد من الناس من امش بحوارق الدهون اللي يتباع في الاسواق، مانيش عارف يصور لك واحد ويصور لك برودوي ويقول لك حوارق الدهون ياكل لكم غير دراهمكم. ننصحكم بمكمل واحد اللي استعملته انا عن تجربه خاصه، وهو الكارنيتين. ها هو هنايا راكم تشوفوا فيه، هذا المنتوج هذا عنده مصداقيه، انا جربته ولقيت معاه نتيجه، وهذا المنتوج مجربينه كامل المحترفين ومعروف عالميا، دونك ما يحتاجش انه باش نحكي عليه ولا، وراح ندير عليه فيديو في الايام القادمه ان شاء الله. دونك اشترك في القناه وفعل الجرس هكا باش ما تراطيش الفيديو هذا كي يخرج. والكارنيتين هذا كيفاش تستعملوا؟ تستعملوا، انا شخصيا كنت نستعمله قبل اي نشاط رياضي ولا قبل اي حركات نقوم بها، اي نشاط تقوم به في النهار تستعمل هذا. مثال تصبح تستعمله وتروح تخدم على روحك،
ولا تروح تدرب تستعمله قبل التدريب، ولا كرايح تشري كرايح تقدر دير لي كورس تاعك تستعمله. دونك الكارنيتين الا قدرت تدخله في المكملات الغذائيه فهذه الفتره ننصحك بها، انا راح تلقى معاه نتيجه ان شاء الله. المكملات الاخرى اللي تقدر تستعملها هو الملتي فيتامين. الملتي فيتامين ضروري. علاش ضروري؟ لانه سورتو في الايام الاخيره من التنشيف الجسم تاعك راح يكون تعبان وتحتاج مكملات وتحتاج بعض الفيتامينات، فيتامينات هذوما ما تلقاهاش من الماكله تاعك، دونك تستعمل الملتي فيتامين. والملتي فيتامين اللي استعملته انا استعملت انيمال باك، راهو هنا راك تشوفوا فيه، عجبني بزاف. وهذا فور بلا ما نحكي لكم عليه كيفاش تستعملوه. نستعمله صباح غير نوض نضرب فيها دوزا انايا ديريكتوم اجا قبل ما ناكل اي حاجه نستعمله. وخاصك تستعمل ثاني الفيتامين سي. الفيتامين سي راح يعاونك بزاف وراح يعطيك الطاقه باش تكمل تؤدي النشاطات تاعك، خصوصا اكد لكم خصوصا في الايام الاخيره من هذه الفتره. الفتره هذيك الايام الاخيره راح تكون شويه صعيبه، علاش؟ السعرات راح يكونوا قلال والنشاط قوي، دونك تحتاجوا بعض الفيتامينات والمعادن ومن بينها الفيتامين سي يلعب نقطه كبيره. اما البروتين، اذا كنت من الناس اللي ما يقدرش يتحصل على احتياجاته من البروتين من الاكل، تقدر تعاون روحك من البروتين باودر وهو الايزوواي زيرو، نصحك تستعمل به، راهو هنا. تستعمله صباح ولا تستعمله بعد التدريب، شوف انت على حسب النظام تاعك، هذا راح يساعدك مليح. اما المكملات الاخرى انا ما نشوفهاش ضروريه بزاف، ولكن اذا كانت عندك انت امكانيه باش تحصل عليها ننصحك تاخذ جلوتامين ونصحك تاخذ البي سي ا ا او الاو ا ا، هذوما مكملات راح يساعدوك مليح. وثاني المعادن، مغنيسيوم والزنك وسورتو الحديد يخصك تحصل عليهم، والاوميغا 3 الا قدرت تحصل عليهم الله يبارك، ما قدرتش تحصل عليهم شري غير الكارنيتين ومع الدايت تاعك تقدر تحقق الهدف تاعك بربي ان شاء الله. فوالا، وهكا عطيت لك كامل النقاط الاساسيه اللي راح يساعدوك باش تحقق تنشيف او انقاص الوزن او طرح الدهون من الجسم، وهذو النقاط تكون تطبقهم انا اعطيها لك من عندي انا شخصيا راح تحقق نتيجه بدون ما تحتاج مدرب وبدون ما تحتاج اي احد باش يساعدك. النقاط هذوما يخصك ما تكتبهمش في الورقه، يخصك تطبقهم على نفسك. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكيه على التدريب والكارديو، لانه النقطه هذه عندها دور كبير كبير كبير، كثير من الناس يجالها، ولكن الفيديو القادم احنا نعطوا لها حقها. اذا عجبك الفيديو تاع اليوم واستفدت، ما عليك غير تشترك في القناه وتلايكي لا فيديو وتبارطاجيها مع اصحابك، وتروح تشوف الفيديوهات اللي فاتوا وتسناني في الفيديوهات اللي قادمين، وسورتو تفعل الجرس باش ما تراطيش الفيديو الجاي تاع التدريب والكارديو، هكا باش تستفيد. ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.